اسا مراد على ندار بالعملية فهمني مين اللي خطب شاويد. مراد رد. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يهجم. الرقم المطلوب مغلق أو خارج. اطلبوا الشرطة. خلصت الشراكة، هلأ صار بيننا دم. مو هلأ، إذا صار شي لغمزة أو الجنين ساعتها بتشوف شو يعني الدم. شو صاير كاظم؟ الو خالي، التليفونات مراقبة. لك وإذا شو يعني تتراقب؟ ولك الزلمة عم بيموت. طيب وين أنت؟ كامر بورغاز قطعته. يعني شو وضعه هلأ؟ فائد الوعي، وشه أصفر مثل الليمونة. فائد الوعي؟ خليه يحاول يصحي. فيقه خال، حاول تصحي شلون ما كان. لك مو خارجي فيه يا عبدو، لك منين علقتوني بهالشغلة؟ يا مراد الله يجعل أعدائك تنزل على القبر. يا رب تلطف فينا وتنجي يا رب. شو في؟ شو صار؟ ألو خالي، التليفونات مراقبة. لك وإذا شو يعني تتراقب؟ ولك الزلمة عم بيموت. طيب وين أنت؟ كامر بورغاز قطعته. يعني شو وضعه هلأ؟ فائد الوعي، وشه أصفر مثل فائد الوعي. شو في يا جماعة؟ معلم مراد على مدار مو بالعملية، أبصر وين؟ يا عبدو لكن مين علقتوني بهالشغلة؟ يا مراد المصابة لازم عملية فورا، في نزيف داخلي وأكيد في ارتجاج بدماغ. والجنين شو وضعه؟ هلأ ما بقدر أعرف. حضروا غرفة العمليات الثانية. تعال لو سمحت. المعلم رجع.
شوي شوي. رجعوا شوي، اعطونا طريق، اعطونا سحبوا طريق بعد هيك كوية. هدول عم بيعملوا عملية بمشفى الأمراض العقلية يعني؟ شوفي شو بتكون؟ مراد على مدار وينه؟ هلا بالعملية بدنا نشوف شلون صار وضعه. ما بصير تدخلوا، ما بصير. كنعان اسمع شو عم بيقول لك. خذوه يلا تعال. ما بصير تدخلوا لأجواء. امشي معي، امشي معي، امشي معي، امشي معي، امشي معي. قديش الضغط؟ 11 على 7 بس قلبه طبيعي. ملقط؟ قطن. وصلت لها؟ لا غنية. شو عم تعمل يا سيد؟ بس عمليات لبرا لو سمحت. شو صار حسني؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة بالعملية بنوب، بس السافل اللي اسمه اسكندر فات على غرفة العمليات وهون هي المشكلة. هلا لك أنا بفرجيك ابني. أنا بفرجيك ولا حقير. والله ما أصبحت روحك. لا بس وحي فينا شو عم تساعد؟ لا خلص بس يا وين رحت يا شباب؟ بس وحي فينا وين رحنا؟ صرت عن عنه ولا بعيد يا شباب؟ الكل شايف حاله مو مصدق. لا والله ما عندي حدا سأجرب. ممكن شوي اجيت لزور زميلنا المريض. هو من اهم الرجال اللي قاموا بمهمات كبيره لصالح هاي الدوله، وانا بتمنى له من كل قلبي الشفاء باقرب وقت ممكن. صحيح خليل ابراهيم قابار اللي قوصه؟ هاي الشغله من صلاحيات شعبه مكافحه الشغب، بس انا واثق كل الثقه انه اللي اطلق النار رح يتوقف قدام العداله باقرب وقت ممكن. شكرا كثير. وكان موجود مراد على مدار، ما فهمت ليش ما قتلته.
كنعان انت لا تتعب لي حالك وعقلك بهيك شغلات، خليك بشغلك ولا تهتم بأي شيء تاني، فهمت ولا لا؟ أنا أهبل لحتى أقتل زلمة قدام عيون تركيا كلها؟ قولي إنجي شو في؟ بدي شوفه لابني. ليش ضرب البنت للموت وانتحر؟ اسألوا. احكيلي شلون صارت الشغلة يا بولوت؟ دق لي فؤاد بيك، قال لي قتلت البنت وتعال نظف الشغلة. مو على أساس انفصل عنا؟ انفصل بس تعرف ابنك أكتر مني يا داود بيك. لقيت البنت غرقانة بدمها، وقبل ما تموت اتصلت بميماتي، وفؤاد بيك كان غرقان بالدم بالبانيو. ميماتي اجا قبلك ولا اجا بعدك؟ وصل بعدي. ما بدي انتشر اي شيء باي جريده يا يلدز. اطلب هالشي من الكل بشكل خاص. بدي ودع فؤاد بهدوء. بتأمر يا معلم. معلم اجا اسكندر الكبير. سيد تتار أغلو، ألمكن ألمي، بقي بحياتكن. وبحياتك
في شي بقدر أقدمه مساعدة لإلكون؟ بدي يندفن ابني بهدوء، بكون ممنون إذا بتساعدونا بهالشي. رح نعمل اللازم، لا تشغلوا بالكم أنتو. طمني، بعتوا الهدية لإسكندر؟ تفضل. كيف ما بتلاقوا المحل اللي أخذ الزلمة جاويد عليه؟ معلم، هلأ مراد على مدار وكل رجاله بالمشفى، أنت أمرنا لنروح نجيبهم. هذا أخو لجويد عم يتصل، خود احكي معه أنت بلا ما أحكي مع المريض النفسي هاد. ألو. خير سيادة العقيد، شو اللعبة الجديدة اللي ملاحقها بهالساعة؟ باعتبار المؤسسة جديدة فأنا عم حاول رتب أمورها. أنا هلأ رايح. اليوم إجاك هالطرد، استلموه بدون تفتيش، ولأنه ما في إذن فما قدرنا أنه نفتشه. ابعت ورا الشباب لحتى يفحصوه. يا سيدي، إذا في حدا بده يدخل قنبلة على غرفتي خلينا نموت كلنا. صار على اللقاء فيكن شخصيا، قال يا بتلاقوا أخي يا بحرق اسطنبول. قل له لقينا شوي من أخوه والباقي يجي هو يدور عليه. إذا الأقواس كان لعبة، الرصاصة مو لعبة. وين قايم؟ بابا أنا منيح، وإذا بقوم بتحسن أكتر. يا ابني، الإنسان ما لازم يلعب بروحه هيك. عن جد؟ ليش أنت ما لعبتي فيها لما رحتي على عرسنا؟
هلأ شو علاقة هي بهي يا ابني؟ هي هني الأم وابنها اتنيناتن عنيدين، إذا حطوا ببالهم شي ما بيتراجعوا ومهما كان التمن. مو ميزة حلوة يا بابا عمر؟ ايه العناد ميزة مو حلوة، بس التصميم ايه؟ فقدنا السيد غمزي. بس ابنك بخير لأنه لحقنا نوصل على جهاز الإنعاش. بدها فترة حتى تلد، وبس يجي الوقت منولدها بعملية قيصرية وبعدين منقوم بدفنها. لازم ترتاح معلم. أنا منيح. شايف يا معلم يلي بيسلم علينا بس شو بيصير فيه؟ شو قررت مشان الولد؟ القرار هلأ مانو قراري أنا، هي ماتت واللي ببطنها عايش. ابني رح يعيش نفس قدري، قتل امه لحتى يجي على الدنيا. هلا غلط انه الواحد يجي مثلك يا ميماتي؟ واكثر من غلط واكثر. بس انا ما شفت فيك اي شيء غلط، طالما أنه فيها الأعداء للبلد ما بيكفينا ميماتي واحد، بدنا أكتر وأكتر وأكتر. رئيس المخابرات جاي سألني شو صار، قلت ما بعرف. منيح. بتحطوا واحد موثوق عند الخال وما بتتركوه أبدا. ماشي معلم. وين اختفى؟ جايكي يا ألفت، جايكي، رح كون جنبك، استنيني.
مين هدول؟ قال زلمة المرحوم جاويد. ولا مو كانت شغلتكم تحموا أخي؟ لك اللي بيموت صاحبه ما لازم يعيش، ليش لهلأ ما متوا؟ جواد آغا، اسمح لنا ناخد دار الآغا تبعنا. بس أنا مو ناوي أترك دار أخي لحدا بالمرة، أنا باخده. عماد، شو هدول؟ هدول حطب. لكن ارموا هالحطب على النار. فيك تأمن لي لقاء مع السيد الرئيس بالقصر؟ تكرم بطلب موعد، بس شو إلنا سبب؟ حياته شخصيا، صرت بعرف مخططات اسكندر منيح، راح يكون أول واحد بيهجم عليه. وانت كيف عرفت هالشي؟ عرفته من التحقيق مع زلمة اسكندر. إذا ممكن بدي التقي فيه اليوم. حالتك هي؟ أرجوك فهمني، الوضع خطير، أنا لازم أشوفه بأسرع وقت. طيب يا بنتي، صديقه ليش لحتى يقوصه؟ صار سوء تفاهم بابا. بنتي ما عم أفهمك، بيصير سوء تفاهم بيقوموا بيقوصوا بعضهم؟ انمسك الرجال اللي قوصوا؟ لا، لسه يمكن عم يدوروا عليه. الحقيقة أنه الخال شخص مانو سيء. شو يعني مو سيء؟ هو تاجر مخدرات. ايه بس ترك بابا. كيفك يا استاذ؟ الحمد لله، كيفك انت؟ شكرا، الحمد لله على سلامته. شو حقيقة هالقصة؟ حادثة عادية استاذ. بما اني شفتك هلا، ممكن اخذ دقيقة من وقتك؟ طبعا طبعا. عن اذنكم رح خبر مراد انكم جيتوا. استاذ، عم توصلنا تقارير بتتعلق ببعض الاجتماعات وقال عم تشاركوا فيها. بدي اياك تعرف انه هالاجتماعات تعتبر غير مناسبة. يعني قصدك من اي ناحية؟ ايه، نحن كل شيء عم يتناقش باجتماعاتنا عم يوصل لأعلى المراتب بالدولة كمعلومات وفورا. شو يعني هالحكي؟ استاذ،
إذا كان عمه لمراد علمدار شخصياً عم يقول بدنا انقلاب، هذا شيء غير مناسب. الغير مناسب أولاً تنصت على اجتماعاتنا بشكل غير رسمي، ثانياً النطوة بين الجمل. غير هيك زواج بنتي من شخص ما بيعني بالضرورة أني أنا وهذا الصهر المبجل منحمل نفس الفكر. حياتي ليش معصب كل هالقد؟ إيه برو، ما بحب حدا يعاملني مثل أولاد صغار. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. الكل عم يقول انه صارت بالغلط، بس انا لهلا ما فهمت، يعني ليش الصديق يسحب سلاح على صديقه؟ الاصدقاء بيختلفوا، ما في داعي نكبرها. يا عزيزي انت هلا جوز بنتي، يعني اذا بصير هيك شيء على بنتي بدك تقدم لي نفس الافاده وما لازم نكبرها؟ الحقيقة أنا ما بحب أقدم إفادة لحدا، ومن الأساس رح أبذل كل جهدي لحتى ما يصير أي شيء على بنتك. يا رجال هي حادثة، نحن شو بدنا غير سلامة ابننا؟ هي منا حادثة، هذا قواص حقيقي. بابا فيكن تتركونا لوحدنا أنا والسيد أحمد؟ مراد لا تكبرها. دقيقة واحدة. أنا لهلا لساتني محترمك، ولأنك والد زوجتي ما عم بحكي معك أي شيء، بس كوني ساكت مو معناته أبدا إني ما بعرف شيء. الزلمة يلي عم تخدمه بتبعد عنه، حتى لما بدي أدفنه ما أدفنك معه وتزعل بنتك عليك. طبعا أنا رح أوعدك إني أعمل كل اللي بيطلع بإيدي مشان ما زعل بنتك. وشكرا كتير على الزيارة. هذا واجبي. المجموع هلأ صار. شوف يا أخي، واقف يا أخي، بعد ولا واقف. شو بتقدم التقرير؟ شو صار؟ بعد ولا شو عم يصير يا أخي؟ الناس بتدق الباب لما بتفوت، حتى الكبسة على مكتب إلها أصولة. سكوت ولا خلص. وين مورو؟ أي مورو؟ معلم برأيك فينا نأسس المنظمة تبعنا؟ اي والله ما رح يخلونا. أنو منظمة هي؟ اي حتى معسكر كشافة ما فينا. لك يضربوا بهالشكل، ما بعرف، ما عم بحشل نلاقي حل تاني، انحصرنا خلص. معلم عم يقولوا رح يطلع عفو. اي يلا يلا. شو رأيكم نطلع فترة على الجبل؟ والله أحسن من المدن، لأنه فدائية المدن خربتها البرجوازية معلم. ولا تشيتين، لا فدائية مدينة ولا غيرها، ما بيخلص الحب يلي بقلبنا. وما بتفرق شنو الفدائية، جبل أو مدينة أو بحر. شو هاد كمان؟ قطع الطرق معلم، ومعه اللي معلم شامو كمان. تعاولا هدول زلم جواد، هربوا بسرعة. ولك بسرعة. لا حالك معلم، يكون عم يهربوا. يلا رعد لك عم يهربوا. يلا تحركوا بسرعة، أولا يهربوا.
ستونا رعد. امشي لك. هي يا معلم رعد، امشي لشوف. يلا 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 قدامي، عايز تتحرك. يلا امشي المعلم. لازم يصلي معلم. لا تتركني، اتركني يا اخي. دخيلك تركني، تركني بوس ايدك، تركني تركني تركني. الله يوفقك يا اخي، الله يخليك على مهلك علي. عماد شو هاد؟ معلم معلم دنب يا اغا. وين راسه للدنب؟ مفكر حاله هرب يا اغا. وشو بنعمل بالدنب يا عماد؟ عمي عمي وقف، الله يخليك. روح تشتين، يلا ركض. يلا معلم. رعد رعد معلم معلم، دخيلك يا معلم. لا لا لا، دخيلك ببوس ايدك يا عمي يا عمي عمي، دخيلك ببوس ايدك. لا 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 يا جواد اغا، حرام. الولد شو ذنبه معلم؟ هذا لانه ما له ذنب يا معلم، حتى يصير هذا عبره لغيره يا معلم لازم نضحي فيه. معلم دخيلك يا معلم، الحقني. يا معلم يا معلم يا معلم. رعد عمي بوس ايدك. لا يا عمي بوس ايدك. لا 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 يا معلم بوس ايدك عمي. لا 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 يا معلم. لا عمي يا معلم. خدام بوس ايدك يا معلم، بوس ايدك يا معلم. ممكن ندخل يا معلم؟ فوت يا ليز. معلم بحثت شوي بموت المرحوم فؤاد، واللي وصلت له ما بيتوافق ابدا مع اللي قاله بولوت. انت شو اللي بتقصده؟ بقصد مع الأسف ابنكم حدا قتله، ما كان انتحار، جريمة. هذا اللي قلته ما رح نحكي فيه بنوبيا يلدز. يلي رح ينقال أنا فقدت ابني نتيجة انتحار، مفهوم؟
مثل ما بتأمر معلم.